سلام، نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال وفي صحه جيده ان شاء الله. بعد ما درنا هذاك البوني ديال العبايه اللي هي قطعه واحده، صيبنا البوني ديالنا على هذا الشكل، على هذا الشكل هذا، وهذا القطعه اللي كتكون امام ديال الراس. دابا جيت باش نصيب معاكم الكسوه او العبايه اللبسه التحتانيه. اول حاجه كيكون عندنا الثوب خاصو يكون فيه 3 متر، 3 متر هي اللي غادي تقدنا العبايه، لان كاين عندنا هنايا البوني كيشد الثوب، وعندنا الكميمات حتى هما، وعاد العبايه راه كتجي طويله فيها متر ونص. واخا عندي لنفرض ان عندي هذه هي العرض ديال الثوب، ها هو العرض ديال الثوب فيه متر ونص، وعندي هنايا 3 متر. هاد 3 متر، هاد متر ونص كنقسموها هكا على جوج، يعني كنطويوها على جوج، وكنعاودو نطويو على ربعة، يعني هاد متر ونص هي اللي كنطويو، نخليو 3 متر يعني الطول ديال الثوب، هذا هو الطول ديال الثوب وهذا هو العرض ديال الثوب، يعني العرض ديال الثوب هو اللي كنطويو هكا على ربعة، وميمكنش لنا نطويو على الجهة الأخرى، لان في هذا الاتجاه هذا هو فين كيتجبد لينا هاد الثوب هذا، حيت حنا درنا هاد العبايه هادي بليكرا اولا البيزو بيزو اولا، المهم الثوب اللي كيتجبد ماشي بالثوب العادي، حيت البوني كيتحتاج ان يكون الثوب ضروري يكون كيتجبد باش انه يجينا في الراس ديالنا. المهم كنطويو كما قلت لكم الثوب على ربعة، كتبقى لينا هاد البلاصه هادي جهه مسدوده وهادي محلوله، كنخليوها هنا لهاد الجهه هادي، وكنخدمو من الجهه اللي مسدوده. اول عبار اللي كنديرو وهو الطول الكلي ديال البياسه ديالنا اللي هو متر ونص على هاد الشكل هذا، كنحيدوه هو الاول كنخليوه، وكنخدمو على هاد الفوقاني ديال العبايه ديالنا، يعني كنعبروا من هنا لهنايا من هاد البلاصه اللي مسدوده لهنا 8 سنتيم، كنهبطوا بجوج سنتيم وكنديروا التقويره ديال العنق ديال الخلف، والكتاف عندنا فيهم من هنا لهنا كنعبروا 20 سنتيم، وواحد ديال الخياطه هي 21 سنتيم، كنديروا النقيطه ديالنا، كنهبطوا ب 3 سنتيم، كنديروا هاد الهبطه ديال الكتف ديالنا، ومن هنا من هاد البلاصه يعني من الفوق من هنا من الثوب كنهبطو ب 27 سنتيم، كنديرو واحد الخط اللي هو غنخدمو عليه الربع ديالنا. البنات هاد الفصاله اللي كندير لكم راه اي وحده تقدر ديرها، يعني حتى اللي ما عمرها ما فصلات راه ممكن تفصلها، ما درناش قواعد كثيره في الفصاله، درنا شي حويجه اللي هي بسيطه واللي غادي تقدر تخدم بها السيده وديرها كمشروع وديرها باترون تخدم فيها، لان هاد الطاي هادي اللي درت معكم كتلبس الام والال، ممكن حتى الاكس ال، ولكن الام والال راه كتلبسهم، لان غادي نديرو من هبطنا هنا ب 27 سنتيم كنديرو من هنا لهنا 32 سنتيم، وكنهبطو بخط مستقيم من الكتف ديالنا على الخط هذا ديال الربع، كنهبطو بخط مستقيم بحال هكا، وكنقسمو هاد المسافة على جوج، وكنديرو هاديك الدوران ديال الحردة ديال الإبد على هاد الشكل هذا. نتمنى أنها تكون واضحة لكم، يعني كنهبطو من هنا لهنا 27 سنتيم، وكنديرو من هنا لهنا 32 سنتيم، كنقسمو هاد المسافة كنقسموها من الهبطة ديال الكتف ماشي من الراس ديال من هنا، يعني هبطنا بثلاثة سنتيم كنشدو هاد المسافة من هنا لهنا كنقسموها على جوج وصافي، وكنديرو هاد الدوران هذا. هادي راه ما فيهاش هاديك القاعدة ديال ندخلو بجوج سنتيم ولا ندخلو بسنتيم، يعني كتجي ستوندار كتجي بحال هكايا، حيت عباية كتجي واسعة وصافي، ما غنديروش لا خط الخصر لا خط هذا، غادي نمشيو النيشان من هاد النقطة حتى لتحت ديال العباية ديالنا حتى الجهة التحتانية، شي حاجة اللي هي بسيطة درت معاكم واللي يقدر أي واحد يقدر يفصلها، تبقى عندكم هاد الباترون هذا وتخدموا به عبايات أخرين،
يعني هاد القياس كما قلت لكم كيلبس الام والال وحتى اكس ال، علاش لا؟ حيت فيها 32 في الربع ديالها، يعني راه غادي تلبس الطايات كوباركي اللي كيبغيها هكا يا مزيره، وحتى الثوب راه كيتجبد ماشي من الثوب اللي كيجي طايح. بالنسبه لهاد الجلايل هادو ضروري كنطلعوا بواحد 3 سنتيم وكنديروا هذيك الدوره ديالنا على هذا الشكل هذا باش ما تجيناش مجلجله من هنا من مقنته من الجلايل. وصافي هذا هو الباترون ديال العبايه ديالنا، راه كيجي على هذا الشكل هذا كنقطعوه. بالنسبه للامام انا غادي نقطع هذه وعاد نصايب الامام معكم، لانها ما كانت الدوره ديال الامام ما غنديروا لا افتتاح لا والو، وهو اصلا الثوب راه كيتجبد. غنديروا 8 سنتيم حتى 10 سنتيم، يعني جوج سنتيم زائد 8 سنتيم هي 10 سنتيم، هبطنا بجوج سنتيم غنزيدو نهبطو ب 8 سنتيم، وكنديروا التقويره ديال الامام. هادشي اللي كاين. بغيتو تجيكم عريضه كاين اللي عندها صدر غادي توصلوا حتى ل 10 سنتيم، يعني جوج سنتيم اللي هبطنا بها زائد 10 سنتيم هي 12 سنتيم نهبطوا بها التقويره ديال العنق ديالنا. هذا فين كاين الاختلاف. صافي هادشي اللي كاين. هاد الباترون هذا راه ممكن تحتفظوا به وتخدموا به بزاف ديال الحويجات. انا غنقطعها باش نديرو الكميم ديالنا، نوريكم كيفاش ديروه حتى هو بطريقه مبسطه ان شاء الله. هانتوما البنات كنقطعوا هاد التوب ديالنا على هاد الشكل باش تيبقى عندنا مستقيم، يعني من عبرنا مترونس ديال الطول ديالنا الكلي ديال العبايه ديالنا كما كتلاحظوا. حيدنا هاد القطعه هادي اللي غنديروا بها غطاء الراس والكمام ديالنا. انا ديجا كنت درت معاكم غطاء الراس البارح او لا البوني ديالكم يعني في الحصه اللي فاتت. المهم هذاك الباترون راه درتو لكم كبير باش انكم تفهموني شنو كندير، لان فيه بزاف ديال العبارات، داكشي علاش خدمت معاكم في قطعه كبيره باش تفهموني شنو كندير. صافي هنا كنقطعوا الباترون ديالنا على هذا الشكل، قطعوا الجهه الخلفيه هي الاولى صافي، وكنحيدوا الجهه الخلفيه وكنقطعوا التقويره ديال العنق كما قلت لكم، يا اما كنهبطوا ب 8 سنتيم يا اما ب 10 سنتيم. هذا الشيء اللي كاين بالنسبه للعبايه ديالنا هذه. دابا حنا غادي نديروا الكميمات. الكميمات كتعبروا البنات هاد البلاصه هذه اللي عندنا هنايا ديال التقويره. غندير معكم ابسط طريقه باش هكا تفهموني شنو كندير، وحتى لاي وحده تقدر تخدمها. كنعبروا هاد البلاصه هذه لقاو فيها 27 سنتيم، كنجيبوا هذاك الثوب ديالنا اللي بقى لينا ما نخليوش البنات مطوي هكا كامل، كنحاولوا اننا نختصروا من الثوب ديالنا اولا نخليو منه نحتاجوه لبزاف ديال الحويجات. كنطويو القياس اللي غادي تخرج لينا 27 سنتيم، وهاد 27 سنتيم كنجيو لهاد البلاصه البنات اللي مسدوده، وكنديروا السنتيم ديالنا بحال هكذا. نتمنى انكم تكونوا تتشوفوا مزيان اولا تنوضح لكم هادشي مزيان. كنديروا السنتيم ديالنا بحال هكا، وفين ما وصلت لينا 27 سنتيم كنديروا واحد الخط على هاد الشكل هاك. هاد الخط هذا فيه 27 سنتيم مائل، كنجيو للوسط ديالو ونديروا واحد النقطه، كنقسموا هاد المسافه كذلك على 2، وكنقسموا هاد المسافه على 2. وهنا كنهبطوا بسنتيم، وهنا كنطلعوا بسنتيم، وهذا هو الكم ديالنا التقويره ديالو. بالنسبه للطول انا درت فيه 62 سنتيم، تقدروا ديروا اقل تقدروا ديروا اكثر على حسب الزبونه اولا على حسب ليطا ديالكم، ولكن 62 راه كتجي لاي واحد تقريبا. وكندير في الفم ديالكم كندير فيه 12 سنتيم على هذا الشكل هذا، لان الثوب راه كيتمدد داكشي علاش درت 12 سنتيم. الا بغيتو اكثر راه ممكن ديروا اكثر. صافي وكنلاقيو هاد النقط ديالنا على هذا الشكل. هذا هو الكم ديالنا البنات بطريقه بسيطه جدا،
واي وحده واخا تكون ما كتفصلش تقدر انها تفصل هذا الموديل هذا وديرو كمشروع تبقى عندها الباترون وتخدم به بزاف ديال الحويجات. بالنسبه لهاد الكميمات ها هما مع سميتو ديالنا على هذا الشكل هذا. وبالنسبه لهذاك الطرف ديال الثوب اللي كان بقى لينا كنحيدو هذوك الزائد اللي بقى لينا هكايا مقطعين وهو اللي كنطويوه على جوج وكنخدموا به البوني ديالنا على هذا الشكل هذا. يا اما طويوه على جوج يا اما كيبقى واحد شويه ديال الثوب هنا شايط يعني ما تضيعوش كما كنقول لكم دائما ما تضيعوش الثوب دائما خليو الثوب ديالكم مقاد باش ما يضيعش لكم تخدموا الحويجات اخرين. وهذا هو الموديل ديالنا كما كتلاحظوا ساهل ما فيهش شي حاجه اللي هي كثيره. نتمنى انني نكون وضحت لكم باقي هاد العبايه اللي تتجي قطعه واحده وان شاء الله منين نكون كنفصلها راني غادي نشاركها معكم. ما تنبغيش نطول عليكم الفيديوهات اولا ندير لكم فيديو هكا متقطع باش انكم تستفدوا منه وما يجيكمش طويل بزاف وتملوا منه. نتمنى تزيدوا تشجعوني وتدعموني وديروا لي لايك ونتمنى انكم تكونوا كتستفدوا مني ولو بالقليل. وان شاء الله نلقاكم في الحصه الجايه غادي نفصل معكم العبايه ونخيطوها مع بعضياتنا. الى اللقاء.